Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghuthaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى illa ma syaa'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
عن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
syafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafi shuhufil ula shuhufi ibrahima wa musa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal maw'a faj'alahu ghuthaan ahwa sanuqari'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafi shuhufil ula shuhufi ibrahima wa musa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal maw'a faj'alahu ghuthaan ahwa sanuqari'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.